وللمزيد اكثر ينضم الي الان اللواء نصر سالم المستشار باكاديميه ناصر العسكريه العليا. سياده اللواء، بدايه برحب بيك في هذه الجوله من الان، وكل عام وحضرتك بالف خير. يعني كيف تابعت كلمه سياده الرئيس النهارده بمناسبه العيد 39 لتحرير سيناء؟ يعني انا عايز اتوقف عند نقطه او الكلمه اللي قالها سياده الرئيس، ان لا نتوقف عند ذكرى تحرير سيناء عند العمل العسكري فقط. سيناء رجعت بعمل عسكري، واصبح هناك عمل اهم واكبر بكثير من العمل العسكري. يعني انا خلاص التراب الوطني لم ينقص ذره واحده، كله بالكامل تحت سيادتي بكامله. المهم دلوقتي نقطه اهم ما قامت به هذه القياده السياسيه بهذه الفتره الوجيزه من الزمن، انها حددت موضع الضعف في سيناء. لماذا سيناء مطمع لآخرين خارج حدودنا؟ سيناء كانت مطمع لسبب ديموغرافي بسيط الكل يعلمه، لكن ما كانش حد بيتحرك باتجاهه. كانوا دايما يبصوا لنا يقول لك سيناء 60,000 كيلومتر مربع بيسكنها سكان لا يزيد عددهم عن 500,000 نسمة، في حين ان على الضفة او على الناحية الثانية من الحدود في مساحة أقل من كده، تلت مساحة سيناء عليها من 6 لـ 8 مليون نسمة. طب ليه ما نتوسعش في الأرض دي؟ مالهمش دعوة بقى إن ده تراب وطني، إن التراب الوطني أغلى من حياة الـ100 مليون مصري. فالنهاردة القيادة حددت إن نقطة الضعف في سيناء هي التوازن السكاني، هي الفراغ السكاني اللي موجود في سيناء، وبالتالي كل اللي بيتعمل النهاردة في سيناء هو لإلغاء هذا العيب أو نقطة الضعف دي تلافيها تماما. يعني لما بنيجي نعمل النهاردة 4 أنفاق أو هيبقوا 6 أنفاق إن شاء الله، الخامس اتعمل جنب أحمد حمدي وبقى هيبقى عندي 6 أنفاق، ألغينا إلى غير رجعة الفصل القصري بين سيناء وبين وادي النيل. عملنا شبكة طرق في سيناء لا تقل عن شبكة الطرق في وادي النيل. النهارده وصلنا لهم مية النيل لسيناء. بدأت المشروعات الاقتصادية التعمير والبناء في 3 مدن مليونية اتبنت على الضفة الشرقية للقناة. إذن أنا خلال 2 إلى 3 سنة بالكتير سيناء هيكون فيها مش أقل من 2 لـ 3 مليون نسمة. مش الفكرة، لأن الفكرة ازرع شجر، ازرع ابني حجر، اعمل، لكن في النهاية الكل بيبص لها كمطمع ان فيها فراغ سكاني، ما فيهاش سكان. وانا هنا بأعاني في وادي النيل من الكثافة السكانية في بقعة معينة. طب ما انا اتوسع في ارضي، اتوسع في سيناء. هي دي الرؤية الصحيحة اللي رأيتها هذه القيادة. وبالتالي اول حاجة لما لغيت الانفصال القصري ده وفتحت الانفاق، بدل ما كان المواطن السيناوي او المواطن اللي في الوادي عايز يروح سيناء بيبات على المعبر بالليلة والاثنين عشان يعبروا سيناء، اصبحت المسافة لا تستغرق اكثر من 20 دقيقة يكون معدي من الشرق للغرب والعكس. عايز اخد من شمال سيناء لجنوبها ما باخدش اكثر من 3 أو 4 ساعات من اي مكان عايز اروح من سيناء لمكان اخر بعد شبكة الطرق اللي اتعملت. بالحديث عن شبكة الطرق دي يا سيادة اللواء، وبالحديث عن الربط بين سيناء النهاردة ومدن القناة والدلتا، وهذا الكم من المشروعات التنموية الكبيرة اللي النهاردة بتشهدها سيناء، في رأيك إلى أي مدى ده بيعزز في المقام الأول من الارتباط الوجداني النهاردة للشاب وللمواطن السيناوي؟ المواطن السيناوي هو نفسه طول عمره بيقول احنا عايزين اخواننا ولاد الوادي يجي يقعدوا معانا، يبقوا دعم لينا واحنا دعم ليهم. وهم نفسهم حاسين ان هم في فراغ، 500,000 نسمة شمال وجنوب سيناء كلها على بعضها، وسيناء 60,000 كيلومتر مربع. انا لما بودي بنقل هذه الكثافة السكانية بيتعلموا من بعض. زي اللي ما بيزرعش يتعلم الزراعة، الراعي يتعلم الرعي ويتعلم تربية الحيوانات ويعمل مزارع أسماك اللي موجودة، ونعمل مزارع للإبل ومزارع للأغنام ونغطي. أنا عندي التنمية في سيناء النهاردة على قدم وساق، عندي 2 لـ 3 جامعة
معمولة في سيناء. عندي نعم. مدن جديدة اتبنت في سيناء تستوعب 2 ل 3 مليون نسمة في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. إذن أنا لما بحددت هذه المشكلة وبنقل واللي بيتنقل من الوادي لسيناء بيتنقل على عمل حقيقي، سواء كانت زراعة سواء كانت صناعات موجودة في سيناء. سيناء دلوقتي هي مصدر مواد البناء الأساسية مش بس لمصر، لا ده أنا بصدر منها. وإن شاء الله الصناعات اللي هتعتمد على الغاز الطبيعي، الصناعات البتروكيماويات، يكون ليها مكان في وسط سيناء اللي هي أو بتعاني من الفراغ السكاني. هي ده عاملاها أنا مش بس بالزراعة، لا ده ممكن كمان بالصناعة زي ما عملت في نجع حمادي اللي كانت أرض صحراء فاضية تماما، عملت فيها مجمع الألمونيوم اللي يعتبر من أعظم الأعمال اللي اتعملت في تاريخ مصر. ممكن أعمل زيها مجمع بتروكيماويات في وسط بناء ويبقى ده نصدر للعالم كله من هذا المكان، هو ده اللي هيعمل جذب سكاني. أنا ربطت أبناء سيناء بأبناء مصر، أصبح مفيش بقى بينهم مفيش فصل جغرافي، والتاريخ عمره ما فصل بين أبناء سيناء وأبناء وادي النيل، كلهم مصريين بنموت فيها وبنرويها بدمنا رغم ان احنا ما اتولدناش فيها كأبناء وادي النيل. نفس الكلام ونفس الروح هي أبناء سيناء. إذن الروح النهارده كان في مشكله في الفصل القسري، استغلوا الارهاب ونما في فتره من الفترات. لا انا بقول النهارده التعليم بقى موجود بشكل كثيف جدا، كل مراحل التعليم زحفت لكل نجع موجود في سيناء ولكل وادي ولكل خور. بدا زي ما بقول في 3 جامعات موجوده والبقيه تاتي. طيب بالحديث عن الروح دي يا سياده اللواء، يعني في كل مره يشار فيها لأبناء سيناء والمواطنين المصريين في سيناء، كان سيادة الرئيس دائما بيشير لهم بأنهم يعني مصدات الدفاع الأولى دائما في سيناء. في رأيك كيف ينظر النهاردة المواطن في سيناء لكم هذه المشروعات اللي بتستهدف تنمية حياته على المدى الطويل على كافة الأصعدة؟ شوف بقى، يعني كلمة إنصاف لازم نقولها، بس عشان إيه؟ لحسن في كتير بيغلطوا وبيغلطوا في عملية إن القيادات والحكومات السابقة كانت مهملة سينا. لا، ما كانوش مهملين أهالي سينا، نخلي بالنا من الحتة دي. كانوا بيدوا لسينا على قد عدد سكانها، دي كانت نظرة استراتيجية غلط. هو ما كانش فيها ظلم لأهل سينا، بل الظلم كان لينا إحنا في الوادي إن إحنا سايبين دي فراغ. يعني لما أقول فيها في شمال سينا فيها ربع مليون نسمة، طب ما هي شمال سيناء فيها ربع مليون او على الاقل بالظبط كده 220 الف فدان من احسن الحدائق. مثلث عندي رفح العريش واحنا جايين الشيخ زويد، المنطقه دي 220 الف فدان موجودين. لو انا حسبت كل مواطن في سيناء هلاقي عنده فدان، انا ما عنديش في وادي النيل كده. يعني كانت الحكومات اللي قبل كده بتنفق كتير لكن على قد ايه الكثافه السكانيه. الحكومه اللي موجوده دلوقتي او القياده اللي موجوده انفقت حتى الان 700 مليار جنيه على سيناء. مش بتبني سيناء عشان الربع مليون او نص مليون اللي عايشين فيها، دي بتبنيها عشان المصريين، عشان مصر كلها، عشان سيناء ما يبقاش فيها فراغ سكاني، عشان تبقى منطقه جذب يروح ليها بدل المليون 2 و3 و4 و6 و8، عشان تبقى هو ده المصد الحقيقي. ما نسيبش ابناء سيناء ان ربع مليون او نص مليون هم اللي يدافعوا عن ال100 مليون اللي هنا، لا احنا ايدنا بايدهم هناك، هنعيش هناك، نزرع، نربي اولادنا، نزرع سيناء بالبشر والشجر والحجر عشان تبقى مصد تاريخي. ده الفرق بين القيادة الحالية والقيادة اللي قبل كده. اللي قبل كده ما ظلموش أبناء سيناء، لكن ما كانوش بينفقوا بهذا الكم الاستراتيجي والنظرة والرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى. كانوا بيدوا لأبناء سيناء على قد العدد بتاعه. النهاردة احنا بنبني سيناء لمصر كلها، للمصريين كلهم، وما ينفق فيها هيبقى العائد بتاعه مش على أبناء سيناء بس، لا ده على كل مصر، وهيبقى هو ده الدرع الحقيقي، درع سكاني ديموغرافي يغطي سيناء، يملى سيناء بالمشاريع من صناعه لزراعه لسياحه لكل الانشطه. ان شاء الله استثمارنا لسيناء هي دي الرؤيه اللي احنا بنبص لها للمستقبل البعيد
اللي لازم مصر بإذن الله تسعى إليه عشان ما تتكررش أي غلطة من الأخطاء اللي كانت. يعني هو الشيء الذي لا تسعى فقط إليه مصر، ولكن يعني القيادة السياسية اليوم تخطط له على قدم وساق. سيادة اللواء نصر سالم المستشار بأكاديمية نصر العسكرية العليا، بشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات، كنت معي مباشرة عبر الهاتف.